لك مين انتو يا كلاب؟ قولوا شو بدكن مني؟ انتو ما بتعرفوا انا مين بكون؟ رح خلص عليكم يا حيوانات. بالعكس نحن منعرف منيح مين بتكون يا سيد خليل، انت لا تتعب حالك. انت شو بدك مني؟ السنين اللي ضاعوا من حياتي فيك تعطيني اياهم؟ ما فهمت شو عم تقول. ما فهمت شو عم قول؟ لا ما فهمت. انت اللي سرقت لي عمري وحياتي، لك انت سرقت لي قلبي من صدري وسرقت لي انفاسي كمان، وتركتني بهالدنيا مثل الميت من دون قلب او انفاس. 25 سنة انت اخذت الجنة من ايدي وتركت لي جهنم، تقدر ترجعن شي؟ ما بكفي انك اخذت حبيبتي بلعبة وسخة وحرمت بنتي من ابوها وحرمتني كمان من بنتي؟ يا ترى فيك تدفع ثمن هالشي؟ شو عم تخبص عزيزتي براك؟ عن اي بنت قصدك؟ لما كنت بدي اهرب من الدير بعتت رسالة لملك بس ما وصلت لإيدها، بعرف بسبب مين ما وصلت. ما عندي علم لا برسالة ولا بغيرها. وقبل ما تفتح الدفاتر القديمة اتذكر انها مرتي، لا تجيب سيرتها. طلعوا لبرا معلم. طلعوا لبرا. وقفوا لوين بدكن تروحوا؟ استنى يا أخي، لا تتركوني هون. معناتها انت ما بتتذكر الرسالة مو هيك؟ لا ما بتذكر لا رسالة ولا غيرها. لكن ذاكرتك ضعيفة. ألف الحمد لله أنه بنتي الثانية صارت دكتورة وأنا بفهم شوي بالأمور الصحية. الراشيتة تبعك معي، لا تأكل هم، بعد شوي رح ترجع لك ذاكرتك. أرمك حبيبتي. أمي أنا منيحة عن جد، ما في داعي نروح على المستشفى. لا الأحسن يشوفوك الدكاترة هنيك يفحصوكي. تعال كنان لا تتركني لحالي. ماشي مثل ما بدك. ممكن يساوي هيك شيء؟ ما بعرف بس رح نعرف. عرفان مرسي نامبك، جيب لي تسجيلات كاميرات المراقبة يلا فورا.
لا تقلقي أمي، اهدي. أمي يلا نفوت لجوا، أنت كتير تعبت اليوم، نامي وارتاحي ماشي؟ لا ما فيني نام وبنتي بهالحالة، يلا خليهم يجهزوا السيارة بسرعة، أنا بدي روح على المستشفى كمان سنان. مثل ما شفتي أرماك منيحة، أنتي نامي وارتاحي. لا ما فيني ارتاح وبنتي بهالحالة، يلا سنان خليهم يجهزوا السيارة بسرعة مشان روح على المستشفى. ماشي أمي، بتغيري ثيابك وبتروحي، تعالي تعالي. ألو هزار، في موضوع مهم لازم نحكي فيه. عفوا بس مين انت يا ترى؟ لما نلتقي بخبرك كل شي، لا تاكلي هم، بس الموضوع باختصار بخص ناز. ما فهمت عليكي. انا رفيقتها لناز، يعني نحنا كنا هيك من قبل. تعالي على الشارع تبع المقبرة، تعالي بسرعة، اكيد عندك فضول لتعرفي شو صار مع ناز. لا مستحيل، نحنا لازم نحكي. عم استناكي. يلا يلا. أهلين وسهلين يا سيد خليل، يا ترى رجعت لك ذاكرتك ولا بتحب انه فضي كل غضب فيك؟ ضل بضربك من هلأ للصبح، شو رأيك؟ أنا ما عم أتذكر ولا أي شيء. ماشي مثل ما بدك. وقف استنى، لا تضربني، ما عاد فيني اتحمل. اها معناتها ذاكرتك رجعت لعقلك. لا عاد تضربني، كأني تذكرت شيء. طير منيح، عم اسمعك. انا اخذت الرسالة، ملك ما عنده علم برسالة. انا حبيتها، أنا حبيتها أكثر من الكل، حبيتها لدرجة إني واجهك وخليك عدو إلي عزيزت وبراك، حبيتها أكثر منك. أنت شو سويت؟ لما فكرت إنه ملك ما بتحبك تركتها فورا، بس أنا مع إني بعرف إنها ما بتحبني ضليت كل هالسنين معها، ما زعلت منها ولا يوم ولا درت لها ظهري. وقف لا تسويها، وقف. في رسالة أهم من رسالة ملك، صدقني هالرسالة رح تهمك أكتر، أكتر شي بدك إياه بالحياة. تركني، بعد عني أنا وملك، أنا رح أعطيك أكتر شي بدك إياه بهالحياة، ماشي؟ ما في داعي، أنا أساساً فيني قابل بنتي إمتى ما بدي وما رح أطلب منك الإذن والمساعدة. مو متعلق ببنتك، متعلق بأختك. يا بتاخد انتقامك مني او بتاخد مني خبر عن اختك، انت قرر هلأ. هلا
يلا تعالي. لا تخافي أنا ما رح أأذيكي، نحن بس رح نحكي مو أكتر. قبل ما تطلع نتائج التحليل والصور ما فينا نعرف شو وضعها بالضبط، ولأنها ضلت شوي من دون أكسجين أكيد تأثرت أعضائها. خبروا يلي بالبيت يبعتوا لي تقارير يومية. الحمد لله على سلامتها. شكرا دكتور، شكرا. منتبه إنه أختي وصلت لهي الحالة بسببك؟ لك كيف بتروح وبتترك أرماك لحالها؟ من هلأ ورايح إذا بدك تشرب كاسة مي بتطلب من الخدم. أنا مأمنك على أختي يا كينان بيك. استغفر الله، أنت مبسوط وهي بهي الحالة؟ انسى زواجك منا يا صياد السمك، أنا مستحيل أقبل إنك تاخد أختي مني. اهدى شوي، أنا ما بيهمني هلأ غير صحة أرماك وبس. أعود وأهدى بقى. لا تواخذيني، كتير بتشبهيها لناز. قولي شو بدك لشوف؟ قلتي إنه ناز رفيقتك وعندك شي بخصة. كنا دائما نلتقي بس فورال منع لقائنا، كانت صديقتي المقربة. اسمعي شو بدي قلك، طول ما أنت جنبه لفورال حياتك بخطر كبير. أنا رح أعرف شو صار لناز، بس أنا بدي مساعدتك بالأول. ليش لحتى صدقك؟ لأنه أنت كمان عم تشكي باختفائه، لهالسبب رحتي لعند المحامي وأنت عم تتحري عن ناز. يا ترى أنت من وين بتعرفي كل هالأمور؟ لسه أنا بعرف كتير أمور تانية هزال. أنا بترجاكي صدقيني، أنا ما عندي أي هدف غير أني أعرف شو صار مع ناز وحاول أحميها. اثبتي لي هالشي اللي كان، ورجيني دليل وقتها بصدق كلامك. مين ممكن يكون سواها؟ مبين في حدا سحب فيش الكهرباء، أكيد ما رح ينسحب لحاله. آخ يا بنتي، آخ يا روحي، كم مرة قلت لك روحي واطمني على الأنسة أرماك، لو إنك رحتي قبل دقيقتين ما كان صار يلي صار. هلأ ادعو إنه ما يصير لشي، وإلا جينا نخانم كانت رح تقول لكم كلياتكم من هون وإنتي رح تنبسطي. لك عن جد الله يسامحك، شو هالكلام؟ خلاص بكفي سكتي كأنه ما منعرفك. ما علينا، هلأ رح يشوفوا تسجيلات الكاميرا وبيعرفوا مين اللي ساواها. هلأ أنت وياها روحوا ناموا، يلا أنا برتب المكان. يلا بنتي قومي، يلا تعالي روحي نامي، أنت كتير تعبتي. يلا كيف يعني ما في تسجيلات عرفان؟ على الأغلب الكاميرات ما كانت عم تسجل بهداك الوقت. تتذكر صارت نفس المشكلة بكاميرات المراقبة بتشيشمي. إمتى صارت هالحادثة عرفان؟ تتذكر التاريخ بالضبط؟ هالحادثة صارت قبل سنتين، بصراحة ما بتذكر بالضبط، على الأغلب باليوم يلي راحت فيه ناس خانوا. هزال أنت منيحة؟ مبين كأنه وشك مخطوف. عرفان جرب مرة تانية بلكي بتقدر توصل لشي. جربت. ساوي مثل ما بقلك وبس عرفان. حاضر سنان بيك. فورال عم يتصل. هزال الأفضل ما تقولي شي لأخي هلأ بلا ما يجن قدام أرماك. أنا بكرة بشوفه وبخبره. ماشي. فورال طمني، أرماك منيحة؟ شو وضعها؟ أرماك منيحة وهي نايمة هلأ. وانتو شو ساويتوا؟ عرفتوا شي من تسجيلات الكاميرات؟ لسه ما قدرنا نعرف أي شي، سنان عم يهتم بالموضوع. لا تاكل هم. لما طلعنا من البيت نسينا ناخد التقارير تبع الأكسجة والضغط، صوريهم وبعتي لياهم. رح أبعتهم فورا. طيب ماشي. صحيح شو بدي أسألك هزال، لما فقت بالليل أنت ما كنتي جنبي، وين كنتي؟ ما قدرت نام فطلعت بس مشان شم هوا.
طيب قابلتي كنان شي؟ هلأ وقتها السؤال فرار. حابب أعرف وين كان كنان وقتها. بدي أعرف إذا صياد السمك عم يقول الحقيقة ولا لا. إيه بتذكر شفته لما كنت نازلة من الدرج. ماشي. رح روح على غرفة أرماك. أختي سلمى ليش عم تبكي؟ أنا زعلت على وضع الأنسة أرماك، بنت بريئة وحنونة وفي عندها قلب كتير طيب كبرت على إيدي. أنا بحياتي ما فرقت عن بنتي نيفرا، بحبها مثل بنتي. لما شفتها بهديك الحالة ما عرفت شو بدي ساوي. لا تقلقي على أرمك، رح تكون منيحة ورح تتعافى إن شاء الله إن شاء الله. كمان الله يحمي كنان بيك ويوفقه. لو كان حدا غيره لكان راح وما قبل يتجوز بنت مريضة. هاد معناته أنه هو بحبها عن جد. أنا متأكدة وواثقة إذا هو ضل الأنسة أرماك رح تتعافى من مرضها إن شاء الله. أنا عم أدعي من قلبي الله لا يفرقون عن بعض. طيب أنتي روحي غسلي وشك. فورال بده أبعت له تقارير أرماك، بصورهم وببعتهم وبرتب الغرفة. شكراً هذا الخانم. إبرو هازال خوفتيني يا أختي. عم تدوري على هاد؟ هاي إبرو يلي ساوتها بلا تخبيص. ليش لا تساوي إشي؟ شو رأيك؟ مانك منتبه إنه البنت بتحب كنان وبتضل عيونها عليه؟ ما بظن. أنا مرة وبعرف. قلتي لي إنه كانت عم تتودد لي.
ليش كذب؟ مو بس توددت لك، حاولت تبوسك كمان. بعدين انت ليش بتضل تدافع عن هالبنت؟ طيب انت ليش بتكرهي هالبنت لهي الدرجة؟ ما بحبها. لسه كم مرة بدي اقول لك هالبنت ما بتعجبني. انت قلتي نفس الشي عن ارماك كمان، وكمان تمنيتي انه تموت. سمعتك بأداني. بلكي انت يلي ساويتيها دفنا. شو؟ انت جنيت؟ كيف بتفكر بهيك شي سنان؟ انا ما خطر عبالي فكر بهالشي، بس انت قلتي انك كتير بتكرهي اختي وتمنيتي موتها كمان، وبعدين صارت هي الحادثة. هلا انت حطي حالك مكاني دفنا، يا ترى كيف كنتي رح تفكري؟ هالطوق شو عم يساوي هون؟ هزال أنا فقت بنص الليل بدي روح على الحمام، كان الباب مفتوح، فقلت لحالي لفوت واطمن على أرماك، وعلى الأغلب الطوق وقع وقتها، وأنا لما فتت على غرفتي لاحظت إنه طوقي مو على رقبتي. وبعدين مشان ما ينفهم الموضوع غلط جيت لحتى أدور على الطوق هون، منيح يلي لقيتيه قبلن. شكراً. شوفي الحمام بالجهة الثانية كان مليان، عم تكز بقابره. أعطيني الطوق. قابره. أنت سويتي شي لأرماك؟ الظاهر أنه أنت بلشتي تخبصي هزال. هاتي لشوف. بعدين اتطلعي على تصرفاتك بدل ما تحاسبيني. شو كنتي عم تعملي انت وكنان؟ لا تحاولي انك تنكري على الفاضي. شفتكن كنتوا عم تبوسوا بعض. قلتلك انه الحمام كان مليان حبيبتي، شفتك وانتي رايحة على المطبخ، صار عندي فضول ولحقتك. وبعدين مع الأسف شفتكن. هزال انت عم تخاطري بكل شيء. تخيلي لو فورال كان بدالي، تخيلي لو انه هو اللي شافكن، شو كان رح يصير؟ كانت صارت جريمة. انا ما سويت شيء. ايه طبعا، لك عم قلك اني شفتكن بعيوني، كنتي بحضن كنان وعم تبوسيه. بكفي بقى، لازم تسكري قصة كنان وإلا رح تدمري كل شيء. اساسا كل شيء تدمر. انتي لسه ما شفتي اي شي حبيبتي. اذا بدك ضلي بهالعقلية وشوفي شو رح يصير. رح قلك ياها للمرة الاخيرة، انهي قصتك مع كنان بقى وانسيه، بعدي عنه، وإلا رح توقعي حالك بمصيبة وهو رح يوقع. انتي عم تفهميني؟ بعدي عنه. لكن بعدي عنه مسكينة يا إبرو، معناتها انتي بتحبي كنان وبتعشقي موت. ممكن الطوق؟ شكرا يا هزال. ما شافوا كاميرات المراقبة وعرفوا مين يلي سواها؟ سنان عم يهتم بالموضوع. برأيك مين عمله؟ ما بعرف، بس المذنب كنان. لو ما ترك اختي لحالها ما كانت وصلت لهي الحالة ابدا. حاجتك فوران، تفكيرك غلط. كنان عم يساوي كل شي مشان ارماك. معناتها ليش تركها لحالها بنص الليل؟ قال راح على المطبخ ليشرب مي. هو بيساوي كل شي لينتقم منا. قصدك انه هو يلي سواها؟ شو بيعرفني، بجوز هو. فورال بلا تخبيص، ما شفت كنان قد يتوتر مشان ينقذ ارماك؟ كنان هو اللي انقذ بنتي اليوم، على القليل المفروض تتشكروا على اللي سوا. ليش بتضلي تدافعي عن صياد السمك امي؟
وبعد كل اللي صار اليوم كيف بتثقي انه مو هو اللي سواها؟ لانه نحن بحاجته هلا يا ابني. اذا عجبك او ما عجبك هذا الوضع تقبله رجاءا، هو مو بحاجتنا ولا محتاج لارماك، بس لساته باقيان جنبه وما عم بيروح وعم يساوي كل شيء مشان ارماك. تفضلوا مشان تتفوا شوي. شكرا لك. شكرا ما بدي. بدي اسالك سؤال. انت وهازال التقيتوا ببعض باللحظه اللي تعبت فيها ارماك، مزبوط بالصالون. اها، بس هازال قالت لي ان كنت قابلتوا عند الدرج. مزبوط هالشي، أنا كنت رايح من الصالون على المطبخ وهي كانت عند الدرج. في عندك سؤال تاني؟ هازال، رح قلك ياها للمرة الأخيرة ونسيه، بعدي عنه وإلا رح توقعي حالك بمصيبة وهو رح يوقع. أنت عم تفهميني؟ بعدي عنه. بعد كل يلي عشناه أنا بدي أقضي يلي باقي من عمري معك. عمتي ضبيت المطبخ ورايحة نام. الله يسلم إيديكي يا بنتي، تعالي وتفرجي هلأ هو رح يعترف لحبيبته. أنا بدي نام، بكرة بتحكي لي شو صار. يا ترى مين جاي هلأ؟ أنا بشوف. خليل؟ مالك؟ شو هالحالة؟ مين ساوى فيك هيك؟ أنا مستعدة أساوي كل شي مشانك يا كنان. وضعها كتير منيح وما تضرر أي عضو من أعضائها، فيكن تطالعوها. الحمد لله. هي فايقة فينا نروح لعندها؟ طبعاً، وفيكن تاخدوها على البيت.
رح قلك ياها للمرة الأخيرة، انهي قصتك مع كنان بقى ونسيه، بعدي عنه وإلا رح توقعي حالك بمصيبة. مجبورة ترد علي كنان، ما رح تهرب مني. حبيبتي أرماك، أنا ما فهمت ليش كل هذا العناد هلأ. لو حكينا مع سيارة الإسعاف كانت هي أختك على البيت. أخي بترجاك، أنا ما بحب سيارة الإسعاف، بعدين أنا منيحة وسمعت الدكتور قال لي فيكي تروحي لوين ما بدك. مو لهالدرجة يا أنسة، المفروض ترتاحي. يلا خلونا نروح. لا تؤاخذوني. ألو، نعم. فرال والبقية جنبك؟ ايه هنين جنبي. لا تبين لهم شي رجاء، ممكن نحكي؟ طيب ماشي، عم بسمعك، يلا قولي. ما بصير على الموبايل، ممكن نلتقي بشي مكان؟ طيب طيب ماشي، حشوف وبخبرك على مكان نلتقي فيه. ماشي ماشي. لا تؤاخذيني حبيبتي، طلعت لي شغله مستعجله، بروح بحلها وبلحقكم. ماشي. شو صار؟ صاحبك طلبك؟ طلبني الشخص اللي انا مديون له بكتير، بتحبه. حبيبي لا تتاخر. ماشي ماشي حياتي، لا تقلقي، ما بتاخر، وانت انتبهي على حالك. شو صار حبيبتي؟ ليش خفتي لهالدرجه؟ ليكون من الدفتر يلي كتبتي فيه عن حبك. انتي بدك الدفتر؟ خدي اعطيني اياه. خدي بلا مسخره واعطيني الدفتر. خدي هاتي لشوف. مره تانيه اصحك اصحك تفوتي على غرفتي. عغرفتك لكان برايي لا تتعودي لهي الدرجه يا حلوه. هزال، ما تعرف بعشقك لكينان مو بس رح تقلعك من هون، رح تمسحك من كل حياتها. انت شو عم تقولي؟ انا عم قول الانسان ممكن يصير قاتل مشان عشقه. طلعي فيني، انت بلشتي تتمادي كتير، يلا انقلعي من غرفتي. يا ترى انت بتفضلي انك تحكي بغرفة ارماك مثل ما حكيتي ليلة مبارح مع هازال؟ بالمناسبة ليلة مبارح شو كنتوا عم تحكوا؟ كنتوا كتير متحمسين. ما فهمت. بالعكس فهمنتيني، مو انتي وهازال مبارح كنتوا عم تحكوا عن شي بغرفة أرماك؟ وعطتك شي؟ شو كان؟ عم تتجسسي علينا؟ وبعدين شو دخلك؟ شو إلك علاقة بأمورنا؟ ولا شي، صار عندي فضول وسألت، بس مو مهم. بكل الأحوال بعرف من هازال. أعطتني طوقي، هو معه من فترة.
الطوق تبعك كان معه؟ بالضبط. إذا مو مصدقة سألية، حتى إذا بدك بنسألها سوا. لا ما في داعي، أنا مصدقتك. بس الشي اللي أنا مستغربة منه هو نقاشك أنت وأختك بغرفة أرماك. رجاء ممكن تحكي بوضوح شو عم تحاولي تقولي؟ قال دائماً القتلة بيزوروا مسرح الجريمة، هيك بيقولوا. أنت ساويتي هيك يا ترى؟ خبريني، تركتي أثر بالغرفة لما سحبتي فيش الجهاز؟ جيتي لتنطفي وراكي؟ احكي. الظاهر انك جنيتي. عن جد انت مريضة. بالحقيقة انت المريضة، انت معقدة، مبين انه صابك هوس بكنان وما عم تتخلصي منه، وطالما ممكن تصيري قاتلة مشانه معناتها انت غرقتي. يا اسفي عليكي. مالي شغل لا بكنان ولا بأرماك. بركي انت سحبتي الفيش وعم تدوري على حدا لتتهمي، مين بيعرف؟ انا بعرف منيح شو اللي عم تحاولي تساوي يا إبرو. يمكن تقدري تضحكي على هزال، بس انا منتبهه لكل شي، انا فيني اتوقع كل خطواتك، ولهالسبب لا تتركي اثر وراكي، عم راقبك ورح توقعي بإيدي. أصحك تلعبي معي وإلا رح دفعك الثمن غالي. شو رح تعملي؟ رح تموتيني وأنا نايمة؟ مثل أرماك؟ أنا ما في عندي مصاري ولا أملاك لحتى أخسرهم، لهيك بنصحك تخافي مني. بالعكس، في بقلبك شيء أغلب كتير من المصاري ممكن تخسريه. قد ما حاولتي تنكري أنا بعرف حبك لكنان، ولهذا السبب إذا في حدا لازم يخاف فهو أنت يا حبيبتي. هلأ عن إذنك ممكن تمرقيني؟ برافو.